نيلي، انت قعدتي سنين كتيره في روسيا، انت مامتك روسيه. انا مامتي روسيه وقعدت 10 سنين تقريبا، يعني 10 سنين. بتدرسي باليه ولا لا؟ انا والدي كان بيدرس وانا دخلت، يعني كنت سافرنا مع العيله انا واخويا وماما وخلاص الثانويه العامه هناك وبعد كده رجعت. مامتك درس باليه؟ لا ماما خالص، ماما مدرسه اطفال، يعني في روسيا في حاجه اللي هو مدرسه الابتدائي، من سنه اولى لثالثه ابتدائي. انا قلت عشان أطفال. يعني العرق الروسي ده هو اللي فيه تقدير كبير للباليه. بصي هناك في روسيا كان يعني اللي انا اتربيت عليه، احنا في المدرسه كل طفل كان بيبقى عنده هوايه، يعني لازم غير الدراسه العاديه يا اما بتلعب مثلا بيانو، يا اما بتلعب نوع من انواع الرياضه، يا اما بترسم. يعني لازم كل طفل كان في حاجه بيعملها، مفيش حد قاعد بس كده بيروح المدرسه وخلاص. انت حطوكي في الباليه؟ فانا رحت الباليه وبيانو، واخويا كان بيلعب بيانو كلارنيت وسكسفون. بس انت يعني في ناس كتيره في الفن المصري بداوا باليه او كانوا في معهد الباليه، بس ما حدش فيهم كان محترف بدرجه احترافني اللي كريم.